متابعه مركزه في محافظة سنعاء ومواقيها، وعلى التردد 114.1 FM في محافظة حليبة والساحل الغربي، وعلى مدار العشرين إذاعة صوت الجمهورية، قلب اليمن الناصر، قلب اليمن الناصر. يا جماهير دسمبر وصور، أحييكم بتحية الثورة والجمهورية والحرية والديمقراطية. أيها الشعب اليمني العظيم، دور 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 من أجل الحفاظ على الديمقراطية والحرية والحفاظ على مبادئ وأعداد دسمبر وصور. نعم المؤسسات أقرب الخلينا العامة وتحركها إلى خزائن خاصة ويشتروا ضمائر الضعفاء والمساكين أصحاب الحاجة والذين يبحثون عن جاه وعنات ويقولون أموال الدولة والجيش بلا رواتب والخدمة المدنية بلا رواتب والتربية والتعليم بلا رواتب ودم الصحف دون أدوية. ليحسن أيها الشعب اليمني أنك تقبل هذه الجرذمة على رأس السلطان. أنا أدعو إلى انتفاضة شعبية عالية وانتفاضات عامة تساعد الحفاظ على النظام الجمهوري والحرية والديمقراطية وإعادة بناء محتوى الحرب ولا يقوم الديمقراطية ولا يقوم الانتخابات. يا قلوب ولاية ولاية الفقير، أما أنا وعاهدك أي الشعب إني كما قلت وأنا خادما لك أي الشعب وتعمل إلى سلم الله للسلامة والحياة، تعمل خادما معك غير السلطان، لا أكل بالسلطة ولا أحسن السلطة، وإن تتبقى هذه الشهادة فالحمد لله رب العالمين إني أنت ربي في جسد الإحسان الذي يقوى بأمر الحمام وعلى بعد الأركان من البشر لا يجد حمد أكل أو يأكل بالبشر. والحمد لله وأكبر إذا أدركنا هذه الشهادة معنا في مكتبي وفي وطني غير عميل غير عميل للثامن وعن شأن الشعب الذي تعلم لن أكون في اليوم وفي الأيام في جيل أي قوة دولية
الاولويات عليها حبيب وانا اكتب منها. اولا نشكر الاخوان الدائمين على اذاعه قطر الجمهوريه على تواجدهم في جبهات الشرف والبطوله، ونحن نشكر من هنا من الساحل الغربي من مواقع الشرف والبطوله، وانا احد منتسبي افراد قطر الجمهوريه. اتينا من محافظه الحجه من جميع العزل والقرى والمديريات ومن كافه ارجاء الوطن من كل حدب وصوب تنفيذا وصية الوالد القائد الزعيم الشهيد وبموجب دعوة الأخ القائد الحميد الرفيق خارج محمد عبد الله الصالح قائد المقاومة الوطنية للاتحاد بصفوف رجال الرجال لتحرير الوطن من عصابة الغدر والخيانة التهامية الحوثية المريضة التي حاصرت في الوطن الخراب والقتل والإطفاء والتهميش والقتل والخيانة، ولا يوجد لهم أي هدف غير فرض أنفسهم على جميع أطياف الشعب بكل مكوناته ومسمياته وحديين وعسكريين أو مواطنين. ونؤكد من هنا بأننا ماض للتحرير وتطهير كافة أرجاء الوطن وليس الحديدة بحد، ونؤكد بأن احنا سنطهر جميع أراضينا ولا يكون لهم أي أثر. أنا الرحيم أولا باسمي خاصة ونيابة عن إخواني وزملائي كافة المقاتلين ضمن القوات المشتركة في جبهة الساحل، أحيي إذاعة صوت الجمهورية، ولدي رسالة أتلى إلى إخواني وزملائي وكافة منتسبي الأمور المصلحة المتواجدين وما زالوا ومازالوا من الجنوب تحت تنفيذي في المحافظات تحت السيطرة الإنقلابيين. أدعوهم للإبتعاد بجبهات الحجة والصفا تلبية لنداء الواجب الذي أطلقه فخامة الشهيد القائد الزعيم علي عبد الله صالح، وكذلك الذي أطلقه قائد المقاومة الوطنية العميد الرخم خالد محمد عبد الله صالح. ونؤكد ونعاهد الله والوطن بأننا ماضون في استئصال هذه الشرذمة الكهنوتية والتي ليس لها حق. أقول أبناء دين القدم وأبناء الصالح الذي أحصلوا القوات هذا، ونستدعي اخواننا المقاتلين الذي حضروا في البيوت في اثناء القوات المسلحه والامن بالالتحاق بحراس الجمهوريه للدفاع عن الوطن والحرب والارض والدين. Yeah, baby.